نخرج من النادي الاهلي اعزائي المشاهدين الى نادي الزمالك، ومجلس اداره نادي الزمالك ما زال بيواصل محاولاته مع سامسون اكينولا. يا عم اتكل على الله، يا عم بالتراضي، يا عم كفايه عليك كده وهنسيبك وخد قرشين وروح. يعني عملوا اكتر من جلسه مع اللاعب باطراف مختلفه من اعضاء مجلس الاداره، قال لهم انا مبسوط كده، انا مرتاح كده. في كل الجلسات اللي اتعقدت قال لهم انا قاعد، انا هاخد فلوسي، عايزني امشي ادوني فلوسي عقدي كاملا. فكره التسويه مش موجوده، الحصول على جزء مش موجوده، التنازل عن جزء مش موجوده، انا مبسوط كده، انا مرتاح كده. يبدو ان سامسون بسبع ارواح. فيما يبدو انه جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك ومدربين محترمين جدا الحقيقه، قرر انه محمد عواد يستمر في حراسه مرمى الفريق. قالوا انه بعد تالق اللاعب في مباراه السوبر وانضمامه للمنتخب فهيديله افضليه للمشاركه، رغم ان محمد صبحي عاد للتدريبات من اول وجديد. هو جوزيه هناك بيرفض سياسه الدور، بس هما الاثنين بيلعبوا وحصل كتير السنه اللي فاتت الاثنين لعبوا. عموما من النهايه عواد يستاهل. طيب برضو بالنسبه لقائمه السوبر لنادي الزمالك، يبدو انه احمد فتوح هيكون خارج هذه القائمه. صحيح الزمالك بيجهزه للمشاركه في خلال الفتره المقبله بعد ما شارك امس في مران الفريق بشكل كامل، لكنه رغم انه بيتجهز لكنه مش هيعتمد عليه، النيه لا تتجه للاعتماد عليه في السوبر. طبعا لسه القضيه بتاعته لسه محاولات صلحه، ربنا يكللها له يا رب بالنجاح ان شاء الله. بنتمنى الخير لكل اولادنا. طبعا ظهور بنتايج بشكل جيد في المباراه اللي لعبها، فبالتالي هيعتمد جوميز على بنتايج في الفتره القادمه، واذا خلصت قضيته وانتهى الامر على خير ممكن فتوح يلحق بالبعثه على خير بإذن الله، وأعتقد أن ده أمر طبيعي. آخر خبر عندنا النهاردة، ومحدش يتخض من إخواتنا الحكام لأنه إحنا شغالين حوارين يا كيكة، رايحين فين وجايين منين في قائمة الحكام. هناك قولان، قول وهذا حدث بالفعل أنه في قائمة بعتت بأسماء الحكام الدوليين، اتشال ناس وتحط ناس، مش هفكركم بالأسماء، وتمام التمام، والسيستم فتح وخدها. قول اخر انه لا، لحقنا وعدلنا والسيستم اتفتح وعدلنا القائمه والامور تمام التمام و100 فل و14. هقول بس معلومه الاول، انه هناك واحد من الحكام الدوليين نزل من رقم مثلا 5 أو 6 بقى رقم 8، وواحد من الصغار اتصعد. ده معلومه على الجنب. لكن المعلومه بقى الثانيه اللي هي المهمه اللي هقول لحضرتك وحضراتكم عليها، انه غالبا سيتم اعتماد القائمة الأولى التي تم إرسالها إلى الفيفا. دي معلوماتي، لكن الله أعلم ممكن إيه اللي يحصل في اللي جاي.